تمكنت عناصر الشرطة الفرنسية يوم الأحد الماضي من إيقاف مواطن مغربي يقطن بمدينة ليون بعد ارتكابه لجريمة قتل مروعة راح ضحيتها والده البالغ من العمر 60 سنة. وذكرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية التي نقلت الخبر أن السلطات ألقت القبض على الشاب بينما كان يتجول في الشارع ورأس والده في يده ويحمل أداة الجريمة في يد أخرى. ونقل المصدر ذاته أن الابن البالغ من العمر 25 سنة أقدم على قتل والده وفصل رأسه عن جسده يوم الأحد الماضي بواسطة سكين دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى. وأشارت إلى أن المشتبه في ارتكابه للجريمة البشعة حاول طعن عناصر الشرطة عندما كانوا يحاولون إيقافه، مضيفة أن المتهم له سوابق عديدة في خرق القانون العام والنزاعات العائلية. Thank you.